كان القرآن رباني وعلى في الورى شاني. القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نقرأ للسوسي: بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ماذا قال الشاطبي؟ فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل آتي ذا آل تأتي طائفة على. الآن نقرأ بتوسط المنفصل لقالون: بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نقرأ لدوري البصر على التوسط: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ماذا قال الشاطبي عن حسنا؟ وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولة. الآن نقرأ لحمزة: سنت. بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآن نعطف خلاد بالغنة:
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآن نقرأ لورش على فتح القربى واليتامى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآن نأتي بالتقليل. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآن وجه الأخير لخلف. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لأبي عمرو من دياركم من إمالة دياركم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذا لمن؟ هذا لأبي عمر ودور الكسائي. يعني لتدعى حميدا. ايه تدعى حميدا. لحمزة. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآن نقرأ بالصلة لقالون. ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآن نقرأ لورش. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هذا الدوري. لا الآن أقرأ من عند وإن يأتوكم للسوسي. وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. بالتوسط. ثم أنتم هؤلاء
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. نقرأ لابن عمرو عند وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. نقرأ لعاصم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هذا لدوري البصري ودوري دوري البصري. الآن نعطف دوري الكسائي عليه. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الآن نأتي لخلاد بترك الغنة. وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. صفي وجه لخلاد بترك السكت على التعريف. عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا لأبي عمرو. الدنيا للكسائي. نقرأ بالصلة ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا منكم إلا خزي في الحياة الدنيا لوش فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا لوجه لخلاد. هذا لخلاد عفوا. في الحياة الدنيا. الآن نقرأ لخلاف من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طيب هل يدغم أبو الحارث من يفعل ذلك؟ لا هذه لازم تكون مجزومة. أحسنت. ومع جزمه يفعل بذلك سلام. طيب في الجملة السابقة إذا قلنا ما دليل تظاهرون الظاء خفيفة ثابتة. أحسنت. يعني الكوفيين. ما دليل تفادوهم؟ وحمزة أسرى في أسارى وتفدوهم بالضم وضمهم تفادوهم وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلة. وأنت أتيت أيضا بدليل حمزة وحمزة أسرى في أسارى. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
عما يعملون لمن؟ عما يعملون وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا والباقي بتعملون. إذن؟ إذن قالون وشعب نافع نافع وشعبة وابن كثير يعملون الحرميان وشعبة والباقي تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الآن نقرأ لأبي عمرو. الدنيا بالآخرة. الآن نقرأ للكسائي. الدنيا بالآخرة. 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 الدنيا بالآخرة. نقرأ لورش. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. بالآخرة. الدنيا الدنيا بالآخرة. بالآخرة. الآن نقرأ لحمزة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. بالآخرة. انتهينا صح؟ نعم. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا